اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده مع برنامجكم اليومي تحت الطبع الذي نتعرف فيها على اهم الاخبار الصادره صباح الغد في الصحف المصريه. وحلقه اليوم سنتعرف فيها على اهم عناوين اخبار جريده الوفد، ويسعدنا ان يكون معنا للتعليق عليها وتحليلها الكاتب الصحفي الاستاذ محمد زكي نائب رئيس تحرير الجريده. اهلا بحضرتك يا استاذ. اهلا بيك وبالساده المشاهدين. اهلا بحضرتك وكل عام وانت طيب بمناسبه طيب قدوم شهر رمضان باذن الله. وبطبيعه الحال احنا بنتناول الموضوعات والعناوين اللي هتتناولها صحيفه الوفد غدا ان شاء الله اتباعا حسب اهميتها، وبكل تاكيد الموضوع اللي على الساحه هو في صفحه 3 وخليه المريوط فتحت عنوان بعد ادانتهم ببث اخبار كاذبه لاثاره الفوضى السجن مشدد ل 18 متهما في خليه المريوط وبراءه اثنين بينهما نجل البلتاجي. الحقيقه موضوع خليه المريوط ده يعني هو طبعا بدايه لا تعليق بشكل او باخر على اي حكم قضائي، ولكن احنا عايز اعرف من حضرتك خليه المريوط دي بعض الدول اللي فينها متهمين زي هولندا استراليا انجلترا ابدت نوع من الاعتراض على الحكم، وطبعا ده بنعتبره تدخل في الشؤون الداخليه، لكن اشمعنى بالذات المجموعه دي هي اللي تصرفت هذه التصرفات رغم ان اعتقد في عدد كبير جدا من المراسلين والصحفيين موجودين في مصر من 25 يناير. عايز اعرف من حضرتك تفاصيل الخبر. يعني ان شاء الله جريده الوفد غدا يعني مش هتنفرد، ولكن هناك صفحه او مساحه كبيره في هذه القضيه، قضيه خليه المريوط. هذه الخليه كانت بتضم عدد من المتهمين ادينوا اليوم في بالحبس او بالسجن المشدد ما بين 10 و7 سنوات 18 شخصيه، وتم براءه اثنين من المتهمين. هذه القضيه اولا تابعين هذه هؤلاء كانوا تابعين لقناه الجزيره الانجليزيه. في بعض الاجانب هي قطريه الاصل طبعا قطريه الاصل طبيعي، ولكن بس باللغه الانجليزيه انا اقصد باللغه الانجليزيه فضل. وبالتالي ردود الفعل العالميه بناء على ان هم بيبثوا باللغه الانجليزيه، اعتقد كان بعض الدول يعني علقت على الحكم. انا لا تعليق على اي حكم قضائي مصري صميم من حيث المبدا، لان احنا لا تعليق على القضاء، ولكن هناك فرصه لهؤلاء المتهمين بالنقد في هذه القضيه، اعاده المحاكمه مره ثانيه، وايضا النيابه العامه من حقها تنقد الحكم او تتقدم بطعن لنقد هذا الحكم. اخر المعلومات ان النائب العام النهارده طلع حتى بيان سيتم ترجمته الى اللغات المختلفه ويتم ارساله الى جميع السفارات المصريه على مستوى العالم لتوضيح الحقائق في هذه القضيه اللي هي كان ردود الفعل انا كنت مش متوقعه ردود فعل كانت قاسيه من جانب بعض هذه الدول. حتى جون كيري وزير الخارجيه الامريكي النهارده حتى اثير يعني حتى طرح هذا انه برضه يعني قال رايه في هذه القضيه. احنا ما عندناش قصه ان هو يعلق على اي حكم قضاء، واحنا ما بنتدخلش قضاءنا في اي قضاء خارجي عموما، لا وقضاءنا قضاء شامخ قضاء حر نزيه، وبالتالي لا نسمح لاي دوله في العالم ان يتدخل في قضاء المصري الحر النزيه. هذه القضيه لها اطراف لان فيها طرف قطري هم بينتهزوا هذه الفرصه عشان يحاولوا يتدخلوا في القصه دي، منها ضجه اعلاميه تستهدف ثوره 30 يونيو وايضا ثوره 25 يناير وتنصيب الرئيس السيسي. ده احنا مش عايزين نؤكد، عايزين نؤكد على ان قضاء مصر قضاء نزيه شريف لا يتدخل فيه احد ابدا، هناك اجراءات قانونيه يسلكها اي من الطرفين سواء المتهمين او النيابه العامه. بالنسبه استاذ محمد للهاربين يعني من هذا العدد، في هناك عدد هارب 11 دول، هل لو تم الاستئناف وتم تثبيت الحكم عليهم هو هل بيتم قبض عليهم من خلال الانتربول مثلا، ولا هم هاربين في الداخل، ولا وضعهم يعني هم بعض المتهمين قد يكون هاربين خارج مصر، كان داخل مصر اعتقد من داخل مصر دي صعبه جدا، اعتقد خارج مصر، لكن لهم دور في موضوع. بس ليه خليه المريوط كانوا استغلوا باختصار، ليه المريوط ليه اطلقت عليه خليه المريوط؟ هي في احد فندق المريوط في القاهره، هذا الفندق كان بيستغل احدى الغرف في بس يعني اخبار عن مصر، يعني اخبار كاذبه بتزعج او بتؤدي او تستهدف زعزعه الامن والاستقرار في مصر. فترة
في فترة عصيبة. وكان في وقف متهيألي لقناة الجزيرة. وقف لا الجزيرة الإنجليزية أنا وقف للجزيرة مباشر مصر. مصر قصة موقوفة. إحنا بنتكلم على الجزيرة الإنجليزية أو باللغة الإنجليزية هي زي ما أنا قلنا وسيادتك قلت أي قناة قطرية، ولكن القانون هو القانون. تمام. والقانون هو مصري، قانون صارم على كل من يرتكب جريمة في حق الشعب المصري والأرض المصرية. تمام. هو يمكن بس الموضوع صعب شوية على العالم إنه يفهم بداية شكل مصر الجديد إنها لها إرادتها ولها حريتها وإن هذه الإرادة يجب أن تحترم. أعتقد متهيألي هيتفهموا هذا الوضع، وواضح إن هم بيتفهموا تباعا. ومن خلال ما ستكون به السفارات المصرية إن شاء الله هيترجم بيان النائب العام على مستوى السفارات المصرية على مستوى العالم باللغة الإنجليزية برضه أو باللغات المختلفة عشان العالم كله يستوعب ماذا حدث في هذه القضية بعيدا عن التضليل الإعلامي من جانب قناة الجزيرة. ننتقل مرة لموضوع ثاني في الصفحة الثانية، هو موضوع داخلي. استشهاد عقيد شرطة بسوهاج في معركة ضد عناصر إجرامية استمرت 5 ساعات، مقتل شقيقين هاربين من المؤبد وإصابة مجندين وضبط مدفع جرينوف. واضح ان في لسه بؤر كتيرة إجرامية بعيدا عن البؤر الإرهابية. البؤر الإرهابية تتولاها قوات مسلحة والشرطة معا، لكن البؤر الإجرامية اللي انتشرت دي وتنوعت واختلفت أماكنها وموقعها متهيألي بدأت تظهر، ولا احنا في نهايتها ولا في بدايتها ولا لا؟ احنا بس هقول لحضرتك حاجة، احنا لسه في بداية المواجهة. المواجهة بالدليل كلامي، وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم كان بيقود حملة مماثلة في الأليوبية في كوم السمن والمناطق المحيطة بها، لأن هي بؤرة إجرامية، سرقة السيارات والجرف المخدرات العلني والقصة دي كلها. نفس القضية دي في سوهاج أيضا كانوا في حملة مقبرة لمدهمة هذه الأوقار، واستشهد عقيد يعني كان رئيس البحث الجنائي في سوهاج. وخلال المواجهات الأمنية برضو الشرطة بتقدم الغالي والنفيس من أبنائها حماية لهذا الوطن. يعني هذا الشهيد إن شاء الله وزير الداخلية أمر بتكريم أسرته أو تكريمه وحضور إن شاء الله، يعني إن شاء الله في جنازة عسكرية. وأيضا استشهد يوم نقيب أيضا في أسيوط عند مواجهة خصومة سائرية ما بين عائلتين في أسيوط. نفس القرية برضو بقول إن الشرطة برضو بتواجه كل الخارجين على القانون، ولكن يسقط كل لحظة وكل يوم العشرات أو الأعداد من قوات الشرطة لحماية هذا الشعب. تمام. ننتقل أيضا لموضوع آخر وهو داخلي أيضا من الصفحة الثانية. محلب يفوض منير في منع الممارسات الاحتكارية. وزير التجارة والصناعة الوزير منير فخر عبد النور، أعتقد الحكومة على ما يبدو متوجهة توجه لقطع الطريق على الاحتكار والتلاعب بالأسعار وتحميل تبعات هذه الاحتكارات للمواطن البسيط. يعني برضو عايز أعرف حضرتك التفاصيل، وفعلا هنشهد هبوط في الأسعار بالفعل؟ لا حول حضرتك، يعني المهندس إبراهيم محلب أو محلب وزير رئيس الوزراء أصدر تعليماته اليوم للمنير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة أن يتدخل في موضوع الممارسات الاحتكارية. موضوع الكيانات الكبيرة اللي كانت بتستغل في أيام النظام السابق الاحتقار، السلع الاستراتيجية، الحديد كان هناك احتقار، الأسمنت هناك احتقار، ولكن توجيهات الحكومة الجديدة، حكومة المقاتلين اللي أنا قلت عليها قبل كده إن شاء الله برئاسة المهندس إبراهيم محلب هتقوم بحملة ومواجهة لكل من يحتقر هذه السلع لصالح الشعب. الشعب المصري منتظر الكثير من حكومة المهندس إبراهيم محلب. نتوقع يا أستاذ محمد هذه المواجهات تسفر عن تراجع في الأسعار؟ أعتقد هتراجع في الأسعار، لأن هنضرب بؤر الفساد في الأشخاص اللي بتحتكر هذه السلع، وهذه السلع سلع استراتيجية مش سلع عادية، وبالتالي هينعكس على النظام العام في الدولة. بمعنى ان احنا النهاردة احتكر الحديد هنضرب محتكرين الحديد محتكرين الأسمنت وما شابه ذلك، وبالتالي هينعكس على المواطن في صورة انخفاض الأسعار. تمام. ننتقل عموما لموضوع آخر برضو هو صفحة 2. خلوصي لا مانع قانونيا والحرج هو السبب. منصور يتنحى عن رئاسة لجنة طعن إلغاء فوز مرسي.
برضو عايز اعرف من حضرتك تفاصيل هذا الخبر. ان شاء الله بكرة الثلاثاء في الساعة 5 ستنعقد لجنة برئاسة نائب رئيس المحكمة الدستورية بعد تنحي المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق. يعني وأيضا منصور هو المستشار رئيس منصور. مستشار عدلي منصور أقصد. ويعني هيبقى هو رئيس الجمهورية الأسبق وأيضا السورية العليا. هذه القضية هتفجر أكثر من مفاجأة. هناك تزوير علني فاضح للإخوان المسلمين، وفوز محمد مرسي الرئيس المعزول محمد مرسي كان هيبقى فضيحة خلال الأيام القادمة، ستكشف التحقيقات وسطورة التحقيقات هذه القضية. هناك تزوير في الانتخابات ستكشف هذه اللجنة والتحقيقات التي تمت في خلال الفترات الأخيرة. ده بيؤكد على أن القضاء إن شاء الله قضاء يعني شامخ. أنا بعتز به كمواطن. هذه القضية ستفجر كيف وصل الإخوان إلى سلطة بالتزوير، اختلسوا منصب رئيس الجمهورية من يعني من الفريق أحمد شفيق. والتحقيقات اللي هتؤكد الكلام ده إن شاء الله خلال الساعات ربما الأسابيع القادمة ستكشف مفاجآت هتهز المشهد السياسي وكيف وصل الإخوان وعلى رأسهم الرئيس المعزول محمد مرسي إلى السلطة بالتزوير والتضليل والأقلام الممدوح قصة الأقلام ومع طابع الأمارية. كل القصة دي ستكشفها إن شاء الله. الوفد ستنفرد بهذا الخبر وإن شاء الله هنتابع هذا الخبر لأنه بيهم كل الشارع المصري، بيهم كيف وصل الإخوان إلى سدة الحكم. على هامش الموضوع يا أستاذ محمد، واضح إن بقى القضاء متهيألي ناجز نسبيا في قضايا كثيرة. كانت هذه القضايا منذ فترة ولكنها شهدت شكل من أشكال الركود ربما للظروف الانتقالية اللي كنا بنمر بيها. لا احنا كنا أول حدا القضية دي كان فيها أكتر من كلام. يعني القضية دي بدأت تحقيقاتها بعد تولي الرئيس محمد مرسي. هناك كان في تقاعس وفيها أكتر من يعني أكتر من شخصية قامت بتحقيقات وتنحت يعني أو تم استبعادها. كان في المستشار عادل السعيد أعتقد كان آخر قضية كان ماسك هذا الاختلاس، ثم انتقلت التحقيقات إلى قاضي منتدب آخر من وزير العدل. في أكتر من علامات استفهام. كان الإخوان كان عايزين هذه القضية يعني موتوها بالبلدي عشان لا يكشف، ولكن ربنا سبحانه وتعالى سيكشف هؤلاء المزورين إن شاء الله للرأي العام خلال الأيام القليلة القادمة. إن شاء الله ننتظر نتائج هذه القضية وننتظر ما خفي على الكثيرين، أو ربما هناك كان تضليل انساق وراءه عدد كثير أيضا، فننتظر نتائج هذه القضية. من صفحة 4 مهم الناس في الفترة القادمة، 22 مليار جنيه لكهرباء مصر في الموازنة الجديدة. الأول برضو عارف من حضرتك تفاصيل الخبر، وهل هذا الرقم الموضوع في الموازنة هيكون التأمين لعدم التعرض لقطع الكهرباء وظروف الكهرباء في رمضان إن شاء الله؟ إحنا وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر أعتقد يعني إحنا عشنا أيام عصيبة جدا أيام القليلة القادمة، وكان في مشكلة ما بين وزارة الكهرباء وأيضا وزارة البترول لتوفير الوقود اللازم. الحكومة الجديدة برئاسة بريم محلب قدمت أو أدرجت 22 مليار جنيه لكهرباء مصر، من أعتقد جزء كبير جدا لموضوع الوقود. موضوع القاهرة مظلمة والمحافظات مظلمة ومشاكل الكهرباء، عايز أقول يعني في الوقت بتقوم في الفترة الأخيرة عملية اللي فيه برضو يعني إطفاء الأنوار أو نوع من تخفيف الأحمال يعني. مع تخفيف الأحمال، ولكن إحنا عايزين نتعاون مع الحكومة في هذا الشق. يعني النهاردة ساعات بتعلن الحكومة من خلال وزارة الكهرباء إن في أحمال زايدة، وبالتالي المواطن بيقلل استهلاكه، وده برضو في صالح مصر في الأول والآخر. إحنا لسه في بداية الحكومة الجديدة برئاسة إبراهيم محلب، إحنا لابد أن نتعاون مع الحكومة والحكومة تتعاون مع الشعب. بس هي بقى في مشكلة ان المواطن بقى ما يدفعش الفاتورة غالية. المواطن النهاردة يعني تعب، فانا بقول للحكومة يا ريت، انا سمعت بيفرضوا مبالغ كبيرة على بعض الشرائح. هو في بالفعل في كتير بينظر اليها انها عشوائية تقريبا يعني. احنا عايزين نطلب الحكومة في نفس الاماكن في نفس المناطق. احنا عايزين حاجة بسيطة جدا. هناك الكثير الذين سرقوا يسرقون الكهرباء في الشوارع والاكشاك والشوارع علنا، دي المواجهة الاول، ونواجه فيما بعد موضوع نخاف ده هنعكس على اسعار
فواتير الكهرباء للمواطن البسيط. راجل ده حقه النهارده لما راجل بسيط حاطط في التلاجة حاجاته احتياجاته الأساسية على مدى أسبوع وتفسد هيجيب منين؟ فلازم ان احنا نتعاون مع الحكومه، والحكومه يعني تبص للغلابه بعين الاعتبار، لان برضه هم يعني مسؤوليه الحكومه. وبالتالي احنا النهارده نعمل ان ادراج ال 22 مليار جنيه للكهرباء ان هي تحل ازمه الكهرباء. مش هتحل ازمه الكهرباء في يوم وليله، ولكن هي مدرجه هتسهم في الحل، هتسهم في الحل من جانب الحكومه وايضا من جانب المواطن اللي هو برضه حاول يرشد ادم الاستهلاك. في حاجه ثانيه يا استاذ محمد، كان هناك مبادرات باستخدام وتعميم الطاقه الشمسيه في المؤسسات، هل الموضوع ده هيخش حيز التنفيذ وهل هيكون له اثر على الموازنه الجديده الموضوع دي؟ اعتقد برضه احنا النهارده نبدا بالحكومه، الحكومه اذا بدات صح، يعني عندنا طاقه شمسيه لا تستغل، يعني عندنا كلنا حتى السخانات الشمسيه اللي كنا بنسمع عنها بقت حلم النهارده. النهارده اللي ليه ما نلزم الابراج اللي طالعه جديده ان هي تستخدم الطاقه الشمسيه ونوفر لها الطاقه يعني الشمسيه موجوده؟ في اتجاه في الحكومه لازم لا. حتى لو ما فيش اتجاه من الحكومه لابد ان توفر برضه باسعار رخيصه برضه لاستخدام الطاقه الشمسيه للابراج السكنيه والمصالح الحكوميه. النهارده الحكومه لازم تساهم، عايزين برضه الحكومه ما تبقاش في وادي واحنا في وادي او في جزر منعزل، احنا عايزين الحكومه والشعب يدورهم في ايد بعض عشان ننتقل من هذه الفتره الزمنيه صعبة شوية بعد تولى الرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسي. تمام فهمت. طب برضه نرجع لصفحة 2 وموضوع بيهم شريحة كبيرة من المجتمع، 470 جنيها حدا أدنى إقرار قانون المعاش المبكر ورفعه للرئاسة. هي مسألة المعاشات دي احنا يمكن لسه قبل ما ادخل مع حضرتك حلقة سامع في بعض لسه بيتقاضوا معاش 350 و أيوه. في عايز اعرف برضه الموضوع، يعني اقول لحضرتك حاجه، يعني النهارده لما الحكومه تفرض او تحدد 470 حد ادنى للمعاش، النهارده معلش يعني اذا كان اي اسره النهارده هتمثل على الاقل عايزه 2000 جنيه على الاقل ده في الحد الادنى. هنتكلم في 470 دول ممكن يعملوا ايه؟ ما انا عايز اقول للحكومه، الحكومه برضه ليه بتحط راسها في يعني راسها يعني زي النعامه؟ ده غلط. احنا لازم الحكومه ان موضوع الدعم، هي مشكله الدعم، هي مشكله الدعم، اديني 470 جنيه بس موضوع الدعم تدعمني. طب 470 دول مصحوبين بتامين صحي مثلا؟ اعتقد لان ده حد يعني ده اصلا العاملين في الدوله في تامين صحي اعتقد عليهم، يعني شامل كله، هو التامين الصحي ده حقي فيما بعد. ولكن المعاش المبكر هو في حاجه انا عايز اقولها بامانه، بتضرب في موضوع المعاش المبكر. أنا النهاردة إذا كان سن 60 سنة خليه 55 سنة، والمرأة ندي للشباب، إحنا قاعدين نتكلم في الفترة الأخيرة الشباب الشباب الشباب، فين الشباب من الوظائف العامة؟ فين الشباب من وظائف اللي هي وظائف الوسطى اللي هي الصف الثاني والثالث والرابع في الحكومة؟ إحنا عايزين يتوسعوا الموضوع بالذات المرأة، المرأة عندها رأي تقول لك أنا أقعد لي البيت بس إديني مبلغ أساعد فيه زوجي. أنا بقول للحكومة يا ريت تطلع قانون أو تطلع تشريع جديد في القصة دي إن يقللوا سن المعاش 50 سنة، وده أعتقد واختياري، ما بقاش حاجة اسمها إجباري، ولكن أفضل للمعروف الذات إنه ندي فرصة للشباب العاطلين وطوابير العاطلين في الاماكن العامه الذين يعتبروا قوه ضرب. ربما الاستثمارات المنتظره تفتح طريق كبير للشباب، لكن برضو فيما يخص المعاشات دلوقتي، انا لو في حد طلع معاش مبكر في عجاله ايضا اعرف من حضرتك، هل ده بيعامل على انه كانه مضى مده ال 60 سنه ولا ده بياثر عليه في الراتب؟ بياثر طبيعي على الراتب، معاش مبكر يعني قبل المده القانونيه، وبالتالي بينعكس على المعاش اللي بتحصل عليه، وعشان كده هم حاطين 470 جنيه حد ادنى، لان كان في ناس اقل من كده كتير. يعني النهارده في الوزاره الحكوميه في ناس بتاخد 300 و250 حاجه كده تضحك. احنا عايزين نؤكد ان الحكومه لابد تنظر الى الطبقه دي، احنا بنقول عليها الطبقه مش الوسطى، خلاص الطبقه الوسطى انحلت، خلاص طبقه الغلابه الفقراء الوظيفه بقت فقر. ليه؟ لان المبلغ اللي بيحصل عليه لا يعني يكفي متطلباته اسرته وشخص او شخصه، وبالتالي الحكومه لابد ان تنظر هذا طيب. بعين الاعتبار. عموما يا استاذ محمد ننتقل للموضوع الاخير من صفحه 6، المركزي يطهر سوق الصرافه من اموال الاخوان، قرار جديد لمنع المضاربات العمليه والقضاء على تلاعب شركات الجماعه. برضو اعرف عليك تفاصيل الخبر برضو. ومدى متابعه الحكومه للاموال اللي بتمول سواء عمليات ارهابيه او عمليات الفوضى الى اخره. برضو احنا الاخوان هم كانوا قوه ضربه في جمع الاموال،
كان عندهم اموال ومشروعات، وهم كانوا بيتحكموا في جزء كبير من اقتصاد مصر، عشان كده هم كانوا بيسعوا ان يعملوا هزه في الاقتصاد المصري هناك. ولكن القرار بالتحفظ على اموال قيادات الاخوان اعتقد كانت ضربه قاضيه لكل هؤلاء، في مقدمتهم خيرت الشاطر، ايضا حسن مالك، وايضا تم اغلاق بعض المحلات الكبرى وتم ادارتها بمعرفه وزاره التموين. اعتقد القصه دي ده بيؤكد على ان هيمنه الحكومه على الاقتصاد المصري وعلى موضوع المضاربات اللي اتكلمنا عليه، المضاربات ايضا في الدولار، يعني الدولار بدا يرتفع في الفتره الاخيره برضو. قصه الاستيراد، احنا كل مشكلتنا في مصر نستورد بالدولار، ودي قصة خطيرة جدا. الدولار ارتفع، كان بيرتفع قرش وقرشين، النهاردة بيرتفع بال 25 قرش وال 30 قرش وارقام. يعني محاربة المضاربات دي والقضاء عليها ومحاولة السيطرة عليها طبيعي هتدي وضع للجنيه المصري في السوق. ده الكلام اللي انا بقوله، يعني الجنيه المصري لابد ان يسترد عافيته وقوته مرة تانية. واللي بتعمله الحكومة حاليا اعتقد يعني ده في صالح المواطن في الاول والاخر، في شكل انخفاض الاسعار وتوافرها في السوق المصري. استاذ محمد زكي الكاتب الصحفي ونائب رئيس تحرير جريده الوفد، في نهايه حلقه اليوم بتوجه لحضرتك بالشكر الجزيل، وان شاء الله يكون لنا لقاءات اخرى ونتناول موضوعات جديده بحسب اهميتها باذن الله. ان شاء الله باذن الله. مشاهدينا بذلك نكون قد وصلنا الى نهايه حلقه اليوم من برنامجكم اليومي تحت الطابع، ونشكركم على حسن المتابعه، والى اللقاء في حلقه اخرى.